مشاهدي الكرام، اهلا بكم في فقرة الرياضة اليوم، وسنبداها من المغرب حيث ستتجه انظار عشاق كرة القدم الوطنية يوم غد الجمعة الى ملعب اضرار بمدينة اكادير، حيث اللقاء المرتقب بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي ضمن الجولة الاولى من تصفيات كأس افريقيا الامم الغابون 2017. وتكتسي هذه المباراة أهمية بالغة لكونها تشكل اول اختبار رسمي للنخبة الوطنية تحت اشراف المدرب بادو الزكي، والذي يسعى بالطبع إلى تأكيد صحة اختياراته ونجاعتها من أجل خط بداية بطعم الفوز تشكل قطيعة مع كبوات الماضي في اللقاءات الرسمية، وتكون بالتالي نقطة الانطلاق نحو استعادة الكرة المغربية لتوهجها على الساحة القارية. ورغم أجواء التفاؤل التي تسود المعسكر الإعدادي، إلا أن الغيابات المتعددة قد تبعثر أوراق الربان بادو الزكي، خاصة وأن الشكوك تحوم أيضا حول مشاركة العميد المهدي بن عطية. المهدي بن عطية ملي جا كان وقع له شي مشكل في العنق ديالو في ملي كان في عطلة. في اليومين الاولى الحمد لله تقريبا ولا 100%، كنا فرحنا بزاف حيت رجعنا في 48 ساعه رجع المستوى ديالو. مالوريزمون هذه الليله هذه وقع له واحد كيف كنقولوا باللغه العربيه تعنز، قالوا انتورتيكولي، فهمت؟ انتورتيكولي سي تري تري ديفيسيل ا سواني اون 24 اور. دابا درنا له لي سوان هذا الصباح وهذا العشيه، وغدا ان شاء الله عاد ناخذ القرار واش يمكن له يشارك في هذه المقابله الجايه ولا لا. في أخبار التصفيات الإفريقية دائما وفي غياب العديد من العناصر البارزة، يتطلع المنتخب التونسي إلى خط بداية قوية حين يستضيف يوم غد الجمعة بملعب رادس ضيفه منتخب جيبوتي، ويأمل نصر قرطاج إلى تقديم أداء قوي وانتصار عريض على منافس يبدو في المتناول على الأوراق، وبالتالي توجيه تحذير مبكر لباقي فرسان المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبي التوغو وليبيريا. أبدى البلجيكي جورج ليكنز مدرب المنتخب التونسي قلقه من تأثير الإرهاق على لاعبيه بعد موسم شاق وطويل، وأيضا من الغيابات المتعددة بسبب الإصابة، حيث سيفتقد خدمات كل من أيمن عبد النور مدافع موناكو والفرنسي، ويوسف المسكني صانع ألعاب الخوي القطري، وأيمن المثلوثي حارس مرمى النجم الساحلي، وأيضا حسين ناطر وأسامة الحددي ثنائي النادي الإفريقي. لا الحقيقه ما لازمناش نخاف من حتى منافس، ما فما تو في الوقت الحاضر ان شاء الله تو نتفرجوا في الاكيب ونشوفوا نقاط القوه نقاط الضعف، وان شاء الله بقدره ربي نربحوا الماتش الاول باش نعدوا مشوار طيب ان شاء الله. كرويا دائما، قدم نادي الصد القطري اليوم لاعبه الجديد الاسباني تشافي هرنانديز، والذي تعاقد معه لموسمين وقد يمدد العقد لثلاثه مواسم. وسيحمل تشافي المتوج قبل ايام بثلاثيه تاريخيه مع فريقه السابق برشلونه، سيحمل كالمعتاد القميص رقم 6. وأعرب اللاعب الإسباني عن سعادته بالانضمام لنادي السد والحفاوة التي قابله بها الجميع في قطر، مؤكدا أنه معجب بالثقافة العربية ويرغب في تعلم اللغة العربية في قادم الأيام. يذكر أن تشافي سيستفيد أيضا خلال تواجده في قطر من صقل موهبته كمدرب، حيث سيخوض دورات تكوينية في أكاديمية اسباير. للإشارة، ففريق السد القطري يدربه الإطار المغربي الحسين عموتة. قدومه لنادي السد كان بسبب وجود العديد من المحفزات، أولها البقاء في أجواء التنافس وفي مستوى عالي وأن أواصل لاعب كرة القدم. ثانيا، تواجد مؤسسة اسباير الرياضية وما توفره من تكوين متميز لي ولإخواني، وأيضا لأني سفير لمونديال 2022. وإن كان عقدي سيمتد لموسمين أو ربما ثلاثة، فإن مشواري بقطر قد يمتد حتى تنظيم المونديال. طلب البرلمان الأوروبي من السويسري سيب بلاتر المستقيل من رئاسة الفيفا، طلبه بالرحيل الفوري لأن بقاءه سيعرقل تنفيذ الإصلاحات العاجلة للتخلص من الفساد المتفشي والممنهج والمترسخ في المؤسسة الكروية العالمية. ورحب البرلمان الأوروبي بقرار بلاتر بالاستقالة الأسبوع الماضي، لكنه أعرب عن قلقه العميق من احتمال بقاء المسؤول السويسري في منصبه لتسعة أشهر قبل انتخاب رئيس جديد. وضمن
تداعيات زلزال الفساد الذي ضرب الفيفا قبل أسابيع. قدم مدير الاتصال في الاتحاد الدولي للعبة والتر دي غريغوري اليوم استقالته من منصبه كرد على اتهامات الفساد التي طالت إمبراطورية كرة القدم العالمية. من جهة أخرى، قال نجم كرة القدم البرازيلية السابق زيكو قال إنه يريد أن يترشح لرئاسة الفيفا على الرغم من اعتقاد أن الحدود تقف ضده في الانتخابات القادمة، مضيفا بأنه قد حان موعد التغيير. زيكو نجم منتخب السامبا السابق والذي لعب كأس العالم في 3 نسخ دون أن يتمكن من التتويج بها، حمل قميص أندية برازيلية ولعب أيضا في إيطاليا واليابان قبل أن ينتقل لعالم التدريب. أريد أن أعلن عن احتمال ترشحي لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة. من دون شك التغيير في قوانين اللعبة مهم جدا، لأنه مع القوانين الحالية لا توجد أي حدود لاختيار رئيسا للفيفا. إلى أمريكا الجنوبية الآن، حيث ستنطلق بعد أقل من ساعة الآن المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم والتي ستجمع منتخب تشيلي ونظيره من الإكوادور. ويطمح منتخب البلد المضيف إلى التتويج بلقب البطولة التي استعصت عليه في 36 مشاركة سابقة، خاصة وأن الجيل الحالي يضم لاعبين مميزين يمارسون في أقوى الدوريات العالمية. نحن نطالب بأشياء كثيرة، أنا شخصيا وأليكسيس سانشيز وبقية اللاعبين، قبل أن نبدأ أي بطولة نتحدث دائما عن رغبتنا في تحقيق الفوز، ونحن نعتقد أن الفرصة جيدة حاليا. نملك فريقا جيدا وجميعنا من الشباب، وأيضا هناك لاعبين أصحاب خبرة. أعتقد بأنه قد أنا الأوان للفوز، نحن في بلدنا ويجب أن نتوج باللقب. في عالم الكرة الصفراء، استهل الإسباني رافائيل نادال مشواره على الملاعب العشبية في بطولة شوتغارت الألمانية لكرة المضرب بالفوز على القبرصي ماركوس باغداتيس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 7-6 6-7 و6-2. وتأهل المصنف الخامس الأسترالي بيرنارد توميتش إلى الدور الثالث أيضا بانتصاره على صاحب الأرض والجمهور المخضرم تومي هاس بمجموعتين دون مقابل 7-6 و7-2. إشارة، فهي ثاني مباراة للألماني هاس البالغ من العمر 37 عاما والعائد للملاعب بعد عام كامل من الغياب بسبب الإصابة. وإلى نفس الدورة تأهل أيضا الألماني ميشا زفيرف بفوز على الإيطالي أندريا سيبي بمجموعتين دون رد 6-2 و6-4. وحسم اللاعب الألماني النزال في 1:16 ليصعد لدور الثمانية للمرة الأولى منذ عامين. ختام رياضة اليوم، في أمان الله.